فتحت فرص كثيره مي هادشي هو وصلوا للبوطو مقارنه مع الموسم الماضي راه السيتواسيون اللي كانوا ديال صامبوس اكثر من هاد ديال هاد الموسم. دونك الوداد حافظ الثقه ديالها، حنا كامل الثقه في اللاعبين ان شاء الله. اهم شيء هو يريكيبيرو اللعابه اللي تكون لا ريكيبيراسيون وفوجير الدوزيام ان شاء الله. تكون تدبير جيد. كنرجعو نتابعو الاهداف للحظات الابرز خلال هذه المباراه. ثلاثه ديال الاهداف، هذا الهدف اللي تسجل بعد مجهود جيد كيف ما قلت نعم ديال منتصر الحتيمي، مجهود رائع بصوره فنيه اكملها المدافع قدزي في الشباك فريقي. هذا الشوط، تفاصيل الشوط الثاني كان جيد. انا فريق الوداد ينهي الشوط الاول متقدما سيبو الجمعه بهدف لستر. تدبير الشوط الثاني هذا جا الهدف من ضربه جزاء اللي عطاتنا هدف ديال التعادل لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي. بعد ذلك كانت كيف ما قال بن شريفه رده فعل سريعه لفريق الوداد اللي عاد وتقدم في المباراه بهدف انس صرغات اللي كان كبديل عبد اللحيم. تدبير ديال تفاصيل الشوط الشوطين التدبير بالنسبه خصوصا بالنسبه لفريق ساندروس مع 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 بدايه الشوط الثاني شفنا لاحظنا انه دار تغييرين باش يعطي واحد شويه نفس جديد للفريق. الفريق ساندروس مدافع واحد شويه باش يسجل هدف، خلى ان فريق الوداد تحول عده فرص من عندك الفراغات اللي خلى في الدفاع ما استغنيناش، وجات واحد الكره ولا الضربات ديال الزاويه كانت متتاليه خلات في الاخير ضربه جزاء اللي احتسبها الحكم وكانت كانت زعما ضربه جزاء صحيحه. فريق ساندوس سجل هدف التعادل، ولكن كما قلت لك رده الفعل كانت قويه ديال فريق الوداد اللي سجلوا هدف ديال الثاني، هدف اللي لا بالنسبه لينا ولا بالنسبه لعلي رمزي كيبقى هدف جميل لانه انتصار الجنوب الافريقي. خلال الشوط الثاني 51% نسبه تفوق على مستوى امتلاك الكره لماميلودي صنداونز مقابل 49% للوداد، تسديدات 8 للوداد مقابل 7 لفريق صنداونز غير مؤثره تعادل. على مستوى الركنيات 6 تحول لفريق صنداونز مقابل 2 لفريق الوداد. كنشوفوا التسلل وايضا الاخطاء المرتكبه في المباراه 16 مقابل 13. اهلا سي عميد، نهايه المباراه بفوز فريق الوداد الرياضي على فريق ماميلودي سان داونز بهدفين مقابل هدف واحد. شنو يمكن تقول لنا على المباراه؟ اكيد على مباراه ما كانت سهله امام واحد من الفرق القويه على الصعيد الافريقي. اولا كنبغي نشكر جماعه الحضرات اليوم وسادتنا بكثافه، هادشي ما غريبش على جماعه الوداد الرياضي. بطبيعه الحال المقابله كانت صعيبه امام خصم اللي قوي، الحمد لله طبقنا تعليمات المدرب، استطاع اننا نحققوا نتيجة ديال الانتصار 2-1، النتيجة كتبقى ايجابية في الصالح ديالنا، ان شاء الله نمشيو للجانب الافريقي ان شاء الله باش نحققوا نتيجة الانتصار ان شاء الله اللي تخلينا نحققوا اللقب الاول في تاريخ الوداد الرياضي في هذه المسابقة. إحياء أكيد على أن مباراة العودة ما غتكونش مباراة سهلة، التفكير من الآن في مباراة العودة وملعب ربما فريق واجهته في أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة، كتعرفوا الملعب كتعرفوا جماهير نادي ماميلودي سان داونز، شنو ممكن تقول لنا على مباراة العودة؟ بطبيعة الحال مباراة العودة غادي تكون صعيبة، الخصم غادي يبغي يعطي فيها كاع داكشي اللي عنده باش هو يحقق نتيجة الانتصار. ان شاء الله نعرف كيفاش نتعامل معاهم ونوصلوا الحماس ديالهم اللي غادي يكون عندهم في مقابله العوده. ان شاء الله نجريو المقابله كما خاصنا نجريوها باش نحققوا فيها نتيجه ايجابيه تخلينا نحققوا اللقب ان شاء الله. شكرا شكرا يحيى عطيه. الله اذا يحضر معنا ايضا عبد الله حيمود. عبد الله حيمود الف مبروك نتيجه الفوز اليوم من فريق ماشي سهل، فريق ماميلودي سان داونز، شنو يمكن تقول لنا على المباراه ديال اليوم وعلى النتيجه ايضا؟ الحمد لله هو حققنا الفوز في الذهاب. الحمد لله كنشكر كاع الدراري وكنشكر الجمهور اللي شجعنا اليوم، عطى كاع اللي عنده حتى حنا عطينا كاع اللي عندنا، وان شاء الله كنتمناو نديرو شي نتيجه ايجابيه في الاياب، وان شاء الله كنتمنى الجمهور يساندنا ويعاوننا باش نحققوا الفوز ان شاء الله في مباراة العودة. أكيد حيمود عندك ربما ذكريات خاصة في ملعب ماميلودي سان داونز، لعبت هذا الموسم في نصف النهائي، شنو ممكن تقول لنا على الملعب هناك وأيضا جماهير ماميلودي سان داونز مباراة العودة؟ الجمهور ديال سان داونز بحال كاع الجماهير، وحنا كما العادة ديالنا ديما كنتفوقوا تما
في كاع لي روتور كانت فوق تما، وان شاء الله غادي ندير واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونهديو هاد اللقب ان شاء الله للصديق ديالنا اللي توفى اسامه فالوح. شكرا عبد الله حمود، ونتمنى الفوز لفريق الوي.